نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي. تم خلالها استعراض جهود أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وتناولت الندوة التي تعد الأولى من نوعها التي تتطرق إلى الأبعاد الأمنية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي عددا من الموضوعات التي تأتي في مقدمتها الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة.